بعد ما سمعنا أجمل غنية لملكة الإحساس جوليا بطرس، طبعاً معنا كتير SMS، بس بدنا نستلم اتصال بالأول ونقول ألو. ألو، صباح الخير أنسة سارة. يا صباح الفل، أهلا وسهلا. الحقيقة أنا متصل أول مرة بتصل ببرنامج إذاعي، ما سبق واتصلت بهيك برامج من قبل. هذا شيء بيسعدنا كتير، خاصة أنه أغلب متصلاتنا هن من الجنس اللطيف، فنحن فرحانين بهذا الاتصال. وتفضل. الحقيقة أنا حابب أحكي قصتي مع الحب من النظرة الأولى، ممكن؟ ولو؟ طبعاً ممكن، وكلنا أذان صاغر. الحقيقة أنا شاب بحب الورد كتير، بحب الفل والزنبق والياسمين العراتلي، في الصبح على ريحتهم وبنام وأنا عم بسقيهم. طول عمري كنت أحلم حب ونحب، كنت طول عمري خاف إني أوصل لهالعمر بدون ما حدا يحبني أو حب حدا، بس لسه لهلأ قلبي مات. قلبنا معك، لأنه الحب حلو والانتظار صعب. لا شفتها من مدة، فقت وأنا حاسس إنه اليوم أهم يوم بحياتي. هات لنشوف، سمعنا، شوقتنا أنا والمستمعين كتير. كنت ماشي بالطريق وهز فجأة وقعت عيني عليها، شفتها ماشية بسيارتها مثل أميرة من الأميرات تبع الأساطير، كأنها فاتنة من الفاتنات اللي بنسمع عنهم بالقصص الحلوة. وهوب وقعت وما حدا سمع علي. وهذا كله من النظرة الأولى؟ وأكتر من هيك بكتير، البنت سحرتني، شدتني لدرجة إنها يمكن نيمتني مغناطيسية. صرت ماشي بالشارع وماني حاسس بأي شيء حوالي، لدرجة إن لما ضربتني بسيارتها ما حسيت كيف ارتميت والتحشت قدامي. كنت ما عم شوف شي ولا عم حس بشي، حتى الوجع ما حسيت فيه، ما كنت عم شوف غير عيونها، بريق عيونها. كنت عم بتطلع فيها مثل المسحور، عم قول شو هاد، أنا عايش، أنا عم بحلم. محلها هي التهفت كتير وخافت، حطتني رقم تليفونها لحتى أحكي معها، بس أنا ما قدرت، خفت، خفت إذا سمعت صوتها مرة تانية اندثر. ما بتتصوري يا أنسة سارة، شفت الغداد اليوم شو عملت فيني؟ هاد أنت؟ نعتذر منكم أعزائنا المستمعين، شكله من ضغط الاتصالات انقطع الخط. يقطع عملك. لا ما فايز، هلا شو بدي اقول؟ هذا عمرنا؟ ايه حبيبتي. خير؟ شو شايفتك ناسانة؟ والله ما بعرف، يمكن ما عم بشبع معي. طيب الأنسة صار لي صارت جاهزة. والله؟ خلي عبير تبلش لك مشان. اوكي. المرضات المشفى عم بيجيبوا لي عرسان بحجة انه لا يصعب، هو عم بيجبروا بخاطري بعريس من هون او هون. صبا لا تخلي حدا يأثر على نفسيتك بدرجتك، هدول الناس كثير بسيطين وحلوين، بضلوا شايفين المرا مكسوره الخاطر لحتى يجي الرجال بده يسندها ويعينها، يعني هيك مو قصة. مو ممكن. ترى شهد زين، هذيك اللي عم تقولي البارح. يا الله ارميها للروح. شكرا. مين هذا زين؟ صديقي المقرر. وعدت احكي له حكايه الناموس العدوى. حتى القصص اللي بتحكي لهم اياها اسماء بتضحك. ايه مثلي. يمكن تعالي اعرفك على زين بقى لنا. لا مو ناقصني وجع قلب، تعبانه كثير وبدي انام. في سلامة قلبك. يلا شوفك. يلا باي باي. يلا باي باي.
قلتي لي شو رايك؟ حلو كثير. لسه على العرس رح يكون ارتب من الروبه بكثير. حبيت هذا الموديل اكثر من اللي قبله. نبق لي مو؟ كل شيء بيلبق لك. هلا انت لا تقرري انا موديل بدك تعملي، رح تنعمل الموديل الثالث بتقرري شو بدك تعملي على الكريب، اوكي؟ ماشي. بس شو بلشنا؟ جا على بالي اعمله بني شوكولا. بس عماد ما بده. لا اذا عماد ما بده ما بنسترجيها، دخيلك لا تعمل مشاكل من اولها. بكل الاحوال كل الالوان بتلبق لك. هيك كمان قال لي عماد. بتحبيه عماد؟ يا الله قلبي تحبيه قال. قولي بعشقه بموت عليه. عماد كل شيء فيه حلو. حنون وبشوش ورومانسي وكريم، يعني عن جد كل شيء فيه حلو. ان شاء الله بتتهني يا رب. تقبريني. هلا رنوش انت كنتي تحبيه لمدحت لما تزوجتي صح؟ اكيد صح. طيب وحسب خبرتك بهالكم سنة زواج، الحب بيستمر بعد الزواج؟ ايه طبعا طبعا بيستمر. وبنفس القوة؟ هلا بنفس القوة بنفس القوة؟ لا. ايام الخطبة إلى سحر خاص. يعني مواعين، انتظار، شوق، مسك ايدي لقلبي ورجفي، طلع فيني حيوقف قلبي من الفرحة. هي القصص كلياتها بتتغير بعد الزواج. بالأحرى ما بقى فيني. بيصير الحب شكل تاني، يعني تتعودوا كتير على بعض وبتنكسر حواجز كتيرة بيناتكم. يعني ما عاد يدق قلبي ويغمى علي من الحب؟ هلا من جيك رح يدق قلبك، رح يدق قلبك مشان تضلي عايشة حبيبة قلبي، ومن جيك رح يغمى عليكي، رح يغمى عليكي كتير من القصص اللي رح تشوفيها بعد الزواج. رنوش ليش هيك عم تحكي؟ خوفتيني. ليش لحتى تخافي؟ عم امزح معك، بالعكس الزواج بحافظ على الحب وبيخليه أحلى وأحلى. أهم شيء إنه يكون في تفاهم واحترام وصدق بين الشخصين. شو رأيك نبلش بالموديل الثالث؟ ماشي. فاتن. يلا نشوفك يا باي. تعهد تعهد من أهله قبل ما يفوت على عمليات. كان راعي لطني. مو معه. بكره بحكي لك عم برجك بالتفصيل ماشي؟ بشرط تاخذي الدواء مثل ما قال لك عليه الدكتور. وليش خطيبك ليسكر الخط بوشك؟ روقي روقي. سعر الشبكي ليكني جايه لعندك. ايه بنطلع مشوار بلكي بتروقي شوي. ايه حبيبتي خلص ما رح اتاخر. ايه يلا باي. أبو علاء لف ورجع على طريق المسة. شو صاير؟ يا روحي يعني لازم ناخذ دواء؟ ما بصير هيك. خلصني بقى. ما بصير هيك. عندهم سيارة تعب شهي عنده حمار بيركبني خلفه وبياخذني مشوار. دكتورة أجيب وقتك خير. مين الشطور اللي ما عم يقبل ياخذ الدواء اليوم؟ كمان ما عم يقبل ياخذ الدواء. وليش كمال الحلو ما عم يقبل ياخذ الدواء اليوم؟ هات لأشوف. هلا كمال بده ياخذ الدواء من ايدين الدكتورة شهودة وهو عم يبتسم مثل ما اتفقنا. يلا برافو شطور يا كمال. اعطيني بوسة يا حبيبي. تفضل. زينك تقدر لك انا اليوم. روقي العصبية والانفعال ما رح يخلوكي تعرفي تفكري.
ولك اخ يا علا، لك ما بتعرفي لفايز، ما بتعرفي بغار بغار بموت غيرته نار، يعني اذا بضل عم بحلف له على القران من هون لبكره الصبح مستحيل يصدق انه قضاء وقدر. طيب هذا موفق منين طلع لك؟ والله ما بعرف، علمي علمك. لا ومو بس هيك، قاعد كل الوقت عم يتغزل فيني وشو بلدك كلياتا عم تسمع الحديث. يا ربي منه. وانا ما عرفت انه هو نفسه الشاب يلي خبطته قدام باب المجله هداك النهار لبين ما ذكرني بالقصه اللي صارت معي من يومين. وبعد ما سكر لك هالتليفون يا علا عينك ما تشوف الا النور. شو صار؟ البرنامج صار مسخره وتفاهه. حاسه حالي عم شوف فيلم جديد. شر خليتي ما يضحك عن جد وحياه الله. ستي هلا قيمك مني من الفيلم الهندي تبعي واحكي لي مين هذا الدكتور هشام صاحب السياره الفخمه كثير اللي جينا فيها انا وانتي؟ احكي لي شو صله القرابه بيناتكم؟ مثل ما قلت لك. ايه اصدقاء. ايه مجرد صديق. ايه صديق مزبوط. لك انتي عم تحكي هذا الحكي؟ انت البنت العاقلة الراكزة الفهمانة؟ القصة ما لها علاقة بالفهم أو بقلة الفهم، القصة إني مقرر أعيش حياتي هيك ببساطة بدون قيود، والزلمة لطيف وكريم معي وبيدللني، بعدين الشباب اللي قابلتهم بحياتي كلهم معترين وقلبي ما دق لحدا منهم. فهمنا، بس مو لدرجة إنه تصاحبي رجال قد أبوكي. أنتِ أكيد فهماني القصة غلط، يعني الدكتور هشام عن جد مو أكتر من صديق. الزلمة بيحسسني إنه في حدا مهتم فيني، بيملى الفراغ، بيجيب لي هدايا، بيدللني، يعني بطلع معه بتغدى غدا لطيف، بسهر سهرة لطيفة، مو أكتر من هيك. يعني هلأ هو بدك تفهميني إنه عم بيجيب لك كل هاي القلاميس وحاطت لك سيارة فخمة بتحت إمرتك، وعم بيجيب لك كل هاي الهدايا الفخمة بس من شان سهرة لطيفة؟ إيه، ليش متفاجئة؟ حبيبة قلبي علا توصيني انتي هذا الحكي وبتضحكي فيه على حدا غيري، يعني على وحدة بنت مبارح مثلا، على صبية هيك طقموشة مراهقة عمرها 15 سنة انقغي، بس مو علي انا. واذا كان حكيك مزبوط فهو بس لحد الان هاي قصة السهرة اللطيفة، بس بكرة حيصير في شي تاني. فهمك كفاية، فهمي الموضوع مثل ما بدك. طبيب ناجح وغني ومرته بتضلها مريضة، وهو بحاجة لبنت حلوة مثلي ترافقه بالحفلات والروحات والجيات وترجع له شبابه شوي. وانتي اللي عم بتقومي بهاي المهمة النبيلة والرائعة. عم تتمسخري؟ ايه انا عم قوم بهي المهمة النبيلة والرائعة، شو خسرانة؟ سمعتك، بتكوني خسرانة سمعتك، يعني اذا اي حدا من معارفك او اولاد جيرانك شافك معه حيقولوا مصاحبك. انت بدك قاعده مع الصبوحه، بدك قاعده مع الصبوحه لحتى تقنعي تدبر لك شي جوازه اهل مرتبه من حدا ابن عالم وناس معه مصاري محترم. خديني انا مثال، اطلع علي شوفيني، شوفي شلون دبرت لي خطبتي من فايز، شوفي اختي هبه كيف دبرت لها احلى جوازه. ما بعرف يا انا، هاي الطريقه من التفكير ما بتعجبني، يعني منضل نحن عايشين مجتمع شرقي ولو شو عمل لي مجتمعك الشرقي؟ رعاني لما كنت صغيرة وعم ربي حالي؟ منع ماما تتطلق من بابا وتتزوج من واحد تاني؟ ولا منع بابا يتزوج من وحدة تانية ويطلق ماما؟ ولا حماني أنا وأختي من التشرد من بيت لبيت؟ صدقيني سارة، بفهم بالعادات والتقاليد أكثر من كتير ناس، بس كمان هي حياتي وأنا حرة فيها ومسؤولة عنها، وخلي المجتمع الشرقي يحل عني. بتطلي القهوه؟